شهدت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب دكتور رشا راغب توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية والمعهد الفنلندي للإدارة العامة هاوس وقد تم توقيع المذكرة بعد مفاوضات طويلة ومفصلة لتضاف لملف الشراكات المتميزة للأكاديمية الوطنية ويعد المعهد الفنلندي أفضل مطور إدارة عامة في العالم وتم تأسيسه منذ خمسين عاما بهدف زيادة كفاءات الحكومة المركزية والمشاركة شارك في تطوير العمليات والمشروعات بفنلندا.